الذي أبان عنه وسط ميدان المنتخب الوطني ياسين إبراهيمي جعله محل أطماع عديد الأندية الأوروبية التي تريد خطفه من فريقه غرناطة الإسباني. فبالإضافة إلى توتنهام، إيفرتون ونيوكاسل التي تتابعه باهتمام، فإن موقع توتو ميركاتو الشهير في إيطاليا كشف عن رغبة إدارة نادي العاصمة روما في ضم صانع ألعاب الخضر. ونادي أودينيزي أيضا يريد تحويل إبراهيم من غرناطة مباشرة إلى هذا الفريق، والتواجد إلى جانب حسان يبدأ بالنظر إلى العائلة المالكة لنادي غرناطة، هي نفسها التي تملك نادي أودينيزي الإيطالي.